السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الذهب اليوم الخميس 28 إبريل 2020 وارتفاع أسعار الذهب. بس قبل ما نتكلم على أسعار الذهب، ممكن حضرتك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، تعمل لايك للفيديو علشان كل أسعار الذهب أول بأول. سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 946 جنيه. سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 1103 جنيه. سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 1261 جنيه. سعر جرام الذهب بالدولار 1889 دولار. سعر الجنيه الذهب غير شامل المصنعية 8829 جنيه. يتم تحديث الأسعار كل 15 ثانية. سعر أوقيت الذهب بالجنيه المصري 39234 جنيه. سعر الدولار الآن في السوق 18.51.